يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة فريقنا اختتم تدريبات واستعدادا طبعا لمواجهة المقاصة والمقرر ليها بإذن الله بكرة على ملعب برج العرب في اسكندرية، ودي المباراة المتأجلة من الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز. مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق اختار كمان قائمة اللعيبة اللي دخلوا في معسكر مغلق في فندق في برج العرب، وطبعا هقول لكم على أسامي اللعيبة وعلى كل تفاصيل التمرين اللي كان موجود النهاردة الصبح، وده هيكون خلال إن شاء الله فقراتنا في البرنامج النهاردة. كمان هيكون عندنا جولة كتيرة في الصحف وفي المواقع الإلكترونية وكل اللي كتب عن النادي الأهلي، وجولة تانية كبيرة في الأخبار المحلية والعالمية، وكمان آخر أخبار محترفينا في الخارج لغير جولتنا في أبرز اللي اتكتب على السوشيال ميديا من نجوم الرياضة. هيكون كمان ضيفنا النهاردة أستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي في اليوم السابع. لكن قبل ما نبتدي حلقتنا خليني أقول لكل جمهور النادي الأهلي، بكرة عندنا مباراة مهمة جدا قدام المقصة، مقصة فريق قوي جدا ومنظم. طبعا كل هدفنا أن النادي الأهلي يفوز، ومش بنفكر في نتيجة أي ماتش تاني غير ماتش الأهلي والمقصة مهما كان ترتيب المنافسين. احنا هدفنا هو فوز النادي الأهلي في كل الماتشات عشان في النهاية نحقق الهدف بتاعنا ونفوز بالدوري رقم 41. وزي ما قال كابتن محمد يوسف المدرب العام للفريق ان مشوار البطولة لسه طويل، واي فريق افتكر ان هو حسم البطولة او حتى قرب ان هو يحسمها فانا بقول له ارجع للتاريخ. النادي الأهلي يعني التاريخ، يعني الدوري المصري. وهكرر دايما الرسالة، جمهور الأهلي مش بيشجع غير النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي ده رقم واحد في مصر وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط كله. يلا نبتدي أهم العناوين. الأحد، نظر اللجنة القضائية للقيم في الشكوى الأهلي ضد الزمالك. لاسارتي، لقاء المقصة مهم ولا بديل عن الانتصارات في المرحلة القادمة. صالح جمعة في قائمة الأهلي للقاء المقصة. لاسارتي يدرس الدفع بناصر وحمدي وأجاي كأساسيين. طارق خيري، الفوز على الزمالك دفع للتتويج بدوري السوبر. الرياضة تطلق حملة توعية بالتشجيع المثالي في أمم أفريقيا. محمد صلاح يثير الجدل بغلق حساباته على مواقع التواصل. حلقتنا دايما بنبتديها بأهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة. مجلة الأهلي الأحد، نظر اللجنة القضائية للقيم في شكوى الأهلي ضد الزمالك. مجلة الأهلي، بعد أن خضع للتحقيقات من قبل الكاف والفاف براءة حكم نهائي دوري الأبطال، ولكن أين حق الأهلي يا بهوات؟ الأهرام، أزارو يكذب شائعات تمرده بالبرنامج التأهيلي. عبد الحفيظ، المغربي ليس للبيع وزكريا يقترب من أحد السعودي. فرصتنا للمنافسة على الدوري لا تزال قائمة، ولا تنسوا أننا ملوك اللحظات الأخيرة، والنادي يطالب أهل جدة بمليوني دولار من صفقة السعيد. مجلة الأهلي المقصة، طريق الأهلي للصعود للقمة. الأخبار، الأهلي يفتقد الوالدين ويجهز صالح، وفقرة خاصة لرمضان. لاسارتي، لقاء المقصة مهمة ولا بديل عن الانتصارات في المرحلة القادمة. الجمهورية، لاسارتي يطالب بالفوز جمعة. سلاح الأهلي ضد المقصة، تدريبات خاصة لصبحي، غياب سليمان 5 أسابيع وأزارو يعود بعد شهر. المسا، لاسارتي يتحدى مشاكل الأهلي، الفريق بلا مهاجمين أمام المقصة، مهام جديدة لرمضان وماهر ومحسن على الدكة. الشروق، تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقصة غدا. لاسارتي يدرس الدفع بناصر وحمدي وأجاي كأساسيين، والفريق يتوجه للإسكندرية بعد ميران اليوم. اليوم السابع، خالد محمود يطلب أجهزة لتطوير الأداء الطبي وتجهيز حمدي فتحي لمواجهة المقصة. الأخبار، في قمة السلة الأهلي يهزم الزمالك 70-69. مجلة الأهلي، كتيبة الصافي جاهزة وسارة أمين تدعم الفريق. سيدة الطائرة، يبدأنا رحلة الدفاع عن لقب البطولة العربية.
نروح مع حضرتك لتفاصيل اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي اللي اتنشرت على الصحافه، ونروح لمجله النادي الاهلي اللي قالت ان حددت اللجنه القضائيه للقيم والتحقيق في اللجنه الاولمبيه يوم الاحد اللي جاي ميعاد لاستكمال الاستماع لاقوال اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في الشكوى المقدمه ضد رئيس نادي الزمالك. حضر المستشار القانوني للنادي الاهلي وبعض اعضاء مجلس الاداره لمقر اللجنه الاولمبيه. كمان اعتذر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن عدم الحضور لجلسه الاستماع، وقررت اللجنه القضائيه للقيم والتحقيق برئاسه المستشار محمد قنصوه وعضويه كل من المستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمه استئناف الاسكندريه وعضو مجلس القضاء الاعلى السابق واللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الاسبق، تحديد جلسه استماع اخرى يوم الاحد اللي جاي بحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وباقي اعضاء المجلس واللي ما قدروش ان هم يحضروا في الجلسه الاولى. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نهائي الحلم، نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. سيد حمدي خطيره جدا، السيد حمدي والهدف الاول، والهدف الاول النادي الاهلي عن طريق ناجي جدو، وكره خطيره وكره من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الاهلي كاس السابعه في السجلات الاهلاويه. كمان مجلة النادي الاهلي قالت ان كما كان متوقع وان كان متاخر جدا ظهرت براءه الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد من التهم اللي كانت طبعا ظالمه وجائره وفاجره واللي تعرض ليها بعد ادارته لمباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي التونسي في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها اللي فاتت. وجي قرار براءه الحكم الجزائري من قبل الاتحادين الافريقي الكاف والجزائري الفاف، واللي عملوا تحقيقات شامله واخضعوا مهدي عبيد للتحقيق وتمت مواجهته بكل الاتهامات ومنها تلقي رشوه من النادي الاهلي مقابل تسهيل فوزه. كان النادي الاهلي فاز طبعا في ذهاب النهائي 3-1 على الترجي التونسي، وشهدت احتساب كمان المباراه دي الحكم الجزائري لثلاث ضربات جزاء في المباراه بعد ما كانوا بيستخدموا فيها تقنيه حكم الفيديو الفار للمره الاولى في تاريخ بطوله الانديه الافريقيه، وتعرض الحكم وقتها لحمله شعواء وتم ايقافه من قبل الاتحاد الافريقي، ودفع النادي الاهلي طبعا الثمن ده غالي جدا بسبب الحمله اللي كانت على الحكم دي. وكمان الكاف انزل بحق النادي الاهلي سلسله من العقوبات الظالمه والجائره والسريعه، حتى ده كان قبل خوضه لإياب النهائي في تونس في يوم 9 نوفمبر اللي فات، وتم إيقاف المهاجم المغربي وليد أزارو مبارتين، وتم إحالة كمان المدير الفني للنادي الأهلي وقتها كارتيرون للتحقيق. كمان الاهرام قالت ان رجع المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بعد ما انتهت اجازته عشان ينتظم في برنامج التاهيلي ويرد بشكل عملي على كل التقارير اللي خرجت لكلام او اللي كانت بتشير ان هو عنده رغبه في الرحيل عن النادي الاهلي ورفضه العوده للقاهره. اكد كمان سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي ان ما فيش اي عروض للمغربي في الفتره الحاليه سواء من الصين او من غير الصين، وقال كمان ان ازارو مهاجم متميز فنيا وخلقيا، وهو حصل برضه على اذن عشان يسافر للمغرب عشان يقضي بعض الوقت مع اسرته، واتفق مع الجهاز الطبي على استكمال البرنامج التاهيلي خلال الفتره دي. وقال كمان عبد الحفيظ ان مؤمن زكريا لاعب الوسط قرب بشده من الرحيل لاحد السعودي على سبيل الاعاره لنهايه الموسم بعد الوصول لشبه اتفاق على بعض الامور الماليه والتعاقديه. وشدد مدير الكرة على ان الدوري لسه في الملعب والنادي الاهلي اعتاد ان هو يقاتل ويلعب لحد الدقيقه الاخيره وما بيرفعش ابدا رايه الاستسلام، وما تنسوش ان النادي الاهلي هو ملك الدقائق الاخيره. وقال كمان ان الجهاز الفني في حاجه لكل اللعيبه الحاليه بعد الاصابات اللي ضربت صفوف النادي الاهلي واخرها وليد سليمان واللي محتاج لاربع اسابيع عشان يرجع مره تانية للتدريبات. وقال كمان ان هو حسم المقعدين بتوع القايمه الافريقيه وده هيكون ان شاء الله مع نهايه الشهر، ومش هيستعجل الجهاز الفني في الموضوع ده تحسبا لاي اصابات خلال الايام اللي جايه عشان يكون الفريق جاهز لمواجهه سيمبا التنزاني والمقرر ليها يوم 2 فبراير اللي جاي.
كمان الأخبار قالت أن سيطرت على تدريبات فريق الكرة في النادي الأهلي حالة من الاستنفار والتركيز والرغبة في العودة لما كانت حامل لقب الدوري الكروي الطبيعية في جدول المسابقة، وده ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المقصة بكرة إن شاء الله في الدوري في المباراة المؤجلة من الأسبوع 11، وبيفتقد النادي الأهلي في المواجهة دي لجهود وليد سليمان ووليد أزارو بسبب الإصابة. كمان الجمهورية قالت أن استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بقيادة الأرجواني مارتين لاسارتي بنسبة كبيرة على اللعب بصالح جمعة في مباراة مصر المقصة المقرر لها بكرة إن شاء الله في الجولة 11 من الدوري الممتاز. ده جه في ظل رغبة لاسارتي للوقوف على مستوى اللاعب تمهيدا لقيده في القائمة الأفريقية، كمان أن اللاعب هيكون أفضل بديل للعب في مركز صانع الألعاب بدل وليد سليمان المصاب دلوقتي، ولتأكد برضه غيابه عن الفريق لمدة 5 أسابيع علما بأن هو مش هيحتاج ان هو يخضع لجراحة، وده اللي ظهر طبعا من خلال الإشاعات. كمان ظهر جمعة بشكل كويس جدا خلال تدريبات الفريق الأخيرة وأظهر التزام واضح، وده اللي خلى لاسارتي يفكر أنه يلعب بيه في المباراة اللي جاية. كمان أكد محمود أن مروان محسن محتاج من 3 لـ4 أسابيع قبل ما يرجع للتدريبات الجماعية، وقال كمان أنه مش هيستعجل في رجوع اللاعب اللي بيخضع دلوقتي لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد ما تعرض لإصابة في العضلة الأمامية. كمان الشروق قالت انه بيدرس بقوه الجهاز الفني للنادي الاهلي اللعب بناصر ماهر كاساسي في مباراه الفريق المقرر ليها بكره قصاد مصر المقصه، وده بعد المستوى المتميز اللي قدمه قصاد شبيبه الثوره بعد نزوله بديل في الشوط الثاني. كمان بينوي لاسارتي ان هو يبدا بحمدي فتحي كاساسي مع بدايه المباراه بجانب السوليه في وسط الملعب، وكمان قرب اجاي من البدء كمهاجم صريح بعد المستوى الكويس جدا اللي قدمه قصاد شبيبه الثوره الجزائري بعد رجوعه من الإصابة. كمان اليوم السابع قالت ان طلب خالد محمود طبيب النادي الاهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكره توفير عده اجهزه لتطوير المنظومه الطبيه جوه النادي الاهلي، وده خلال تواجد البعثه في الجزائر بعد طبعا مواجهه شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا. اكد خالد محمود لعبد الحفيظ ان هو بيواجه صعوبات كبيره تسببت في تراجع اداء المنظومه الطبيه جوه النادي الاهلي، واكد في الوقت نفسه انه راضي بشكل كبير جدا عن المردود اللي بيقدمه طول الفتره اللي فاتت، وشايف طبيب النادي الاهلي توفير طلباته بقى موضوع حتمي ومش رفاهية. كمان مجلة النادي الأهلي قالت أن رفع الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات في النادي الأهلي درجات التأهيل القصوى استعدادا لبداية دفاعه عن لقب البطولة العربية للأندية واللي بتنطلق خلال الساعات اللي جاية، بيشارك فيها النادي الأهلي وطبعا هو الحامل لقب البطولة في النسخة اللي فاتت من البطولة، وسط ترتيبات عديدة جدا عملها الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي المدير الفني للفريق في إطار الرغبة القوية في المنافسة على لقب البطولة. ده كان أهم كلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. دلوقتي تعالوا نشوف أهم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقصة. بوابة أخبار اليوم 15 غائب من الأهلي عن لقاء المقصة. بوابة الأهرام جلسة علاج طبيعي لوليد سليمان. بوابة الشروق جلسات تأهيلية لعاشور وجيرالدو وهشام محمد في تمرين الأهلي. بوابة فيتو لاسارتي يخصص فقرة للتصويبات في ميران الأهلي الصباحي. بوابة الوفد لاسارتي يجهز خطة لإيقاف جون أنتوي. اليوم السابع محاضرة فيديو للاعب الأهلي قبل مواجهة المقصة واختبار طبي لحمودي. سوبر كورة كوليبالي يودع لاعبو الأهلي قبل بدء التجربة العراقية. كورة محمد يوسف يون في مغامرة لاسارتي بوليد سليمان. الموقع الرسمي لنادي الأهلي طارق خيري الفوز على الزمالك الدفعة للتتويج بدوري السوبر. الموقع الرسمي لنادي الأهلي محمد أبو النصر فريق السلة يسعى للموسم التاريخي. ها
هنبتدي اخبارنا مع حضراتكم من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الان مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي اعلن عن قائمه الفريق اللي هتسافر النهارده لاسكندريه عشان تخوض مباراه المقصه والمقرر ليها بكره يوم الخميس على ملعب برج العرب. وضمت قائمه الفريق شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، اسلام محارب، علي معلول، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، سعد سمير، احمد علاء، كريم ندبد، عمرو السليه، رمضان صبحي، حمدي فتحي، ومحمد شريف، واحمد حمودي، ميدو جابر، حسين الشحات، ناصر ماهر، جونيور اجاي، وصالح جمعه، ومحمد هاني. كمان اخبار اليوم قالت ان استبعد الاوروغواني مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي 15 لاعب من قائمه الفريق اللي هتواجه طبعا بكره مصر المقصه في مباراته المؤجله من الجوله ال 11 لمسابقه الدوري الممتاز. استبعد لاسارت كل من حسام عاشور، احمد فتحي، وليد سليمان، محمد نجيب، هشام محمد، مروان محسن، وليد ازارو، جيرالدو، ومحمد محمود، واحمد الشيخ، واكرم توفيق بسبب الاصابه، وايمن اشرف للإقامة، وصلاح محسن، وباسم علي، ومؤمن زكريا لوجهة نظر. فقالت ان ادى وليد سليمان لاعب الفريق الاول لكرة القدم في الاهلي جلسة علاج طبيعي النهارده يوم الاربعاء على هامش تمرين الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقصة في الدوري. خاض وليد سليمان تدريبات علاجية في الجيم في اطار البرنامج العلاجي الخاص به بعد ما كشفت الاشعة اللي خضع عليها ان هو عنده اصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وجزع في صابونة الركبة وكمان اصابة خفيفة في الغضروف. هيغيب وليد سليمان عن الفريق لمدة 5 أسابيع بعد الإصابة اللي تعرض ليها خلال مباراة الفريق قصاد شبيبة الثورة الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا. بوابة الشروق قالت أن واصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق تنفيذ فقرات البرنامج التأهيلي اللي بيخضع ليه بعد الإصابة، وأدى اللاعب جلسة علاجية وتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز. بدأ بتنفيذ مرحلة جديدة خاصة بتدريبات التحمل والسرعات المتدرجة. كمان جيرالدو عمل فقرة جري مع تغيير الاتجاهات وبسرعات متفاوتة. برضه هشام محمد أدى تدريبات جري وتدريبات توازن عشان يظبط حركة رجليه والركبة في إطار برنامج العلاج الطبيعي. كمان بوابة فيتو قالت ان مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي خصص فقرة للتسديد على المرمى خلال تمرين الفريق النهارده الصبح يوم الاربعاء على استاد مختار التتش في الجزيرة. لاسارت كمان عمل تقسيمة للاعبين، قسمهم لمجموعات وبعد كده سددوا على المرمى من اكتر من زاوية. كمان بوابة الوفد قالت ان كثف الاوروغواني مارتين لاسارت المدير الفني لفريق الاهلي خططه لايقاف المهاجم الغاني جون انتاي هداف فريق مصر المقصة على هامش لقاء الفريقين بكره يوم الخميس. شاهد لاسارت مع معاونيه بعض اللقطات الخاصه بفريق المقصة في مباريات الدوري في الدور الاول بجانب لقاء المقاولين العرب واللي غاب عنه جون انتاي، وحذر المدرب الاوروغواني من خطوره انتاي وقدرته على استغلال الفرص وخصص فقرات في التدريبات عشان يصحح اخطاء الدفاع خصوصا طبعا الكرات العالية زي ما حصل في مباراة شبيبة الثورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا واللي تلقاها تلقى خلالها النادي الأهلي هدف بضربة راس من يحيى شريف قبل ما يتعادلوا بهدف لكريم ندبد. اليوم السابع برضو قالت ان عقد الاوروغاني مارتين لاسارت المدير الفني للنادي الاهلي محاضره بالفيديو على لعيبه النادي الاهلي قبل ما ينطلق تمرين الفريق النهارده. طبعا ده كان التمرين الاخير اللي خاضه الفريق على ملعب مختار التتش، وبعد كده تناول اللعيبه وجبه الغداء قبل ما يتوجهوا لاسكندريه عشان يباتوا هناك ويستعدوا لمواجهه المقصه، ودي المباراه اللي بيعول عليها الجهاز الفني عشان طبعا يقدر ان هو يرجع مره ثانيه للمنافسه بقوه خصوصا ان هي قصاد فريق كبير بيجيد اللعب أمام الكبار وبقيادة كابتن طلعت يوسف. سوبر كورة كمان قالت أن ظهر المالي سليف كوليبالي مدافع النادي الأهلي في مقرر النادي على هامش تمرين الفريق الصباحي النهاردة يوم الأربع. جمع كوليبالي متعلقاته وكمان بصحبة كان معاه بصحبة إداري النادي عمل كل الإجراءات الخاصة بإنهاء التعاقد أو انتقاله للشرطة العراقي، وده بعد رحيله لنادي الشرطة العراقي، وهيفضل طبعا هناك لنهاية الموسم. وفضل النادي الأهلي رحيل كوليبالي للشرطة بعد تقدمه بأفضل عرض على المستوى المالي، وصل قيمة العرض ل 200,000 دولار. حرص كوليبالي كمان ان هو يودع كل لاعيبة النادي الاهلي بعد ما قضى في الفريق 6 شهور. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا.
رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ولسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. وبنوصل لموقع كوره اللي قال ان صرح كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي ان اصابه وليد سليمان نجم الفريق بجزعه في الرباط الداخلي للركبه خلال مباراه شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا محزنه جدا للنادي الاهلي. وقال كمان يوسف في تصريحات للجريده او للموقع ان البعض تداول انباء عن مغامره الجهاز الفني بقياده الاوروغواني مارتين الأسارتي بوليد سليمان، وده أمر غير صحيح. أكد يوسف أن مؤمن زكريا كمان لم يتم الموافقة على رحيله مثلما تردد، وقال أن عدم مشاركة اللاعب في الفترة الأخيرة مش معناه عرضه للبيع أو للإعارة. شدد كمان محمد يوسف على صعوبة لقاء مصر المقصة في الدوري المحلي يوم الخميس اللي هو بكرة إن شاء الله، وقال أن النادي الأهلي بيتطلع لحصد الفوز وحسم النقط الثلاثة في ظل طموح الشياطين الحمر أنهم يحافظوا على لقب الدوري. وبينضم لنا عبر الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي زميلنا كريم أحمد. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدينا وطبعا كلام في الميديا. أهلا بيك، وعايزة أعرف منك النهاردة كواليس تدريب النادي الأهلي الصباحي قبل ما يتوجه الفريق لبرج العرب، وملامح التشكيل اللي أنت ممكن تكون استنتجته من تدريب النهاردة. نقدر نقول النهاردة يمكن بيختتم النادي الأهلي استعداداته لمباراة مصر المقصة على استاد برج العرب في 8 الساعة 5 غدا إن شاء الله، أحد المباريات المؤجلة من الأسبوع ال 11. استعدادات قوية لفريق النادي الأهلي بدون راحة شيماء، يمكن زي ما أنت عارفة منتخب الجزائر ثم تدريبات مباشرة على استاد مختار السيتش. لكن بشكل عام النهارده لو بنتكلم على التمرين، الامور الخاصه بالتمرين النهارده مستر مارتن لاسارتي اللي المدير الفني كان في اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، محاضره يمكن 15 دقيقه او 10 دقائق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الكابتن محمد يوسف، التركيز الكبير على المباراه القادمه، كمان يمكن محاضر بشكل كبير جدا على التمركزات والاخطاء اللي بيقع فيها للنادي الاهلي سواء في الهجوم او في الدفاع، واكد عليها ان احنا هنشتغل عليها بشكل كبير ابتداء من اليوم. يمكن المباراه الاخيره المباراه اللي كانت في الجزائر كان فيها بعض التمركزات لخط الظهر، كان في بعض الواجبات اللي اتكلم عليها مستر مارتن ما اتنفذتش بشكل صحيح، وده اللي اكد عليه اكثر من مره مستر مارتن لاسارتي. كمان النهارده التدريب كان في بعض التدريبات الترفيهيه، انت عارف يا شيما السفر وتدريبات متلاحمه بشكل كبير، اللعيبه يمكن نقدر نقول بتمل من التدريب شويه، اكيد طبعا اختيار طيب جدا من الجهاز الفني ان يكون في بعض التدريبات الترفيهيه في الكوره وفيها بعض التكتيك، لكن ما فيهاش احمال، ما فيهاش سرعات، ما فيهاش حاجات كتير جدا. كمان فصل الفصل تام، كل اللعيبه اللي بتشارك بشكل مستمر في المباريات، اللعيبه الثانيه كان ليها جرعه تدريبيه، شوتنج على المرمى، الكروسات اشتغل عليها بشكل كبير النهارده مستر مارتن، كمان الكرات الثابته خاصه فقره لجميع اللاعبين بالكرات الثابته من خارج ال 18. لكن في نهايه المباراه كان جزء تكتيكي خاص لعيبه اللي هتشارك في مباراه الغد، ويمكن لو بتكلم على الابرز اللي ممكن نقدر نقول في ظل غياب ايمن اشرف اللي حاصل على ثلاث انذارات، نقدر نقول في حراسه المرمى الشناوي خط الظهر من اليمين للشمال كريم نيدفيد، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول في المنتصف، شفنا عمرو السوليه، شفنا حمدي فتحي، رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الهجوم ناصر ماهر وجونيور اجاي. لكن لو باكد كمان على الاطراف شفنا حمودي كمان كان بيشارك في جزء من التكتيك، اسلام محارب على الجانب الايسر كان بيشارك في جزء من التكتيك، يمكن حتى دي اللحظه ده اللي احنا نقدر نقوله، لكن التشكيله الاساسيه اللي احنا قلناها من لحظات بسيطه جدا دي الاقرب في ظل ظروف الغيابات والاصابات اللي بنمر على النادي الاهلي النهارده. وشفنا لو بنتكلم على الغيابات اقرب لاعب من لعيبه عايده من التاهيل ولعيبه مستمره في الاصابات ولعيبه ايضا كمان للرؤيه الفنيه، لو بذكرهم معاك سريعا وليد سليمان، وليد ازارو، احمد فتحي، احمد الشيخ، جيرالدو، هشام محمد، مروان محسن، حسام عاشور، محمد نجيب، محمد محمود ايضا ليه رباط الصليبي، وايمن اشرف اخيرا وهو الحاصل على ثلاث انذارات. لكن الامر الطيب والمميز جدا ان دخول بعض اللعيب للتدريبات الجماعيه سواء سعد صلاح، يمكن كمان صالح جمعه النهارده كان ظاهر بشكل مميز جدا، باسم علي كمان عايزين نتكلم عليه، باسم النهارده اول تدريب جماعي بيشارك فيه من فتره كبيره، كان عنده طبعا اجهاد في الخلفيه او شده العضله الخلفيه، النهارده كان ظاهر بشكل طيب في التصويب في السبرنتات في الشوتنج، يعني نقدر نقول بنفقد لعيبه لكن الحمد لله في الايام اللي جايه هيرجع لنا بعض اللعيبه وبيرجع لنا بالفعل عدد من اللاعبين. مباراه قويه جدا فيها عناصر مميزه جدا فريق مصر كريم، من ال 15 لاعب المصاب في النادي الاهلي او في صفوف النادي الاهلي تتوقع مين اللي ممكن يقدر يرجع بعد مباراه مصر المقصه ان شاء الله؟
والله يمكن اكثر من لاعب. يعني احنا النهارده شفنا حسام عاشور بيشارك في بعض تدريبات الكره مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وشارك في جزء بسيط جدا بالكره. حسام عاشور على راس العايدين ان شاء الله بعد هذه المباراه. كمان شفنا هشام محمد بيشارك في بعض التدريبات الكره. جيرالد كمان النهارده كان في فتره تدريبيه الثلاثي النهارده بشكل كبير جدا. بعد المباراه نقدر نشوفهم في تعداد فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه تدريجيا، لكن واضح جدا ان في حرص كبير من الجهاز الطبي والجهاز الفني عدم الدفع باي لعيب، ولو يعني ان هو اللعيب يبقى يقول انا جاهز ويقول ان انا قادر، لان الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي فعلا لعيبه النادي الاهلي بتبقى عايزه تتواجد، لكن في حرص كبير جدا اللعيب السليم 100% هو اللي يكون متواجد في القائمه وفي ارضيه الملعب، لان الامر بيبقى صعب جدا ان احنا نفقد عدد من اللاعبين اخرهم وليد سليمان كمان اللي فضلنا بشكل كبير جدا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود. جماهير النادي الاهلي كانت يعني متخوفه بشكل كبير ان يكون في تدخل جراحي لوليد سليمان، لكن الحمد لله وليد يمكن يعني الفتره اللي فاتت كان بيقوم بدور كبير جدا مجهود كبير، فالحمد لله اطمنا عليه. وليد هياخد 5 اسابيع، هياخد تدريبات علاجيه، تدريبات بالماء الجيم، حاجات كتير جدا بعيدا عن الجراحه. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه المتواجده فيه في المصابين بيعودوا تدريجيا للنادي الاهلي ان شاء الله في الليل. ان شاء الله باذن الله الاسبوعين القادمين باذن الله تكتمل صفوف النادي الاهلي، لان خلاص داخلين في مباراه سيمبا بطل اسبانيا يليها يلي بعد مباراه المقاصه دجله، ثم بعد دجله مباراه سيمبا، ففي مباريات عديده سواء بطوله الدوري العام او في افريقيا. فان شاء الله الكل يكون جاهز، وباذن الله غدا يكون النادي الاهلي موفق، يستمر النادي الاهلي ان شاء الله في سلسله الانتصارات ويعود من جديد لليجا الدوري العام باذن الله. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد مع الفريق اثناء التدريب الصباحي قبل ما يتوجه الفريق لبرج العرب طبعا استعدادا لمواجهه مصر المقاصه بكره الساعه 5 مساء على ملعب برج العرب في اسكندريه في الاسبوع او في المباراه المؤجله من الاسبوع ال11 من الدوري الممتاز. بعيدا عن كره القدم نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله رجال في النادي الاهلي عبر عن سعادته الكبيره بالفوز اللي حققه الفريق على حساب نظيره نادي الزمالك في المباراه اللي جمعت الفريقين امبارح يوم الثلاث ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين، وقال ان الاداء اللي قدمه الفريق جه نتيجه الاصرار الكبير على الفوز برغم تقدم المنافس في بعض فترات المباراه، وطبعا اشاد بالروح العاليه من جانب اللعيبه واللي ساهمت اكيد في تحقيق الفوز بنتيجه 70-69. وقال كمان ان الفوز اللي حققه الفريق بيدي الجهاز الفني واللعيبه دافعه قويه جدا عشان يفوزوا بلقب البطوله. كمان محمد ابو النصر لاعب الفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي قال ان الفوز على نادي الزمالك مجرد خطوه بس بين سلسله للخطوات الكتيره جدا اللي بيسعى الفريق في انجازها عشان يقدر يتوج بلقب دوري السوبر للمحترفين، وقال ان النادي الاهلي بيسعى عشان يقدم موسم تاريخي ويفوز بكل البطولات اللي بيشارك فيها، وقال كمان ان الجهاز الفني واللعيبه عندهم هدف واحد بس بيتلخص في الفوز بكل البطولات واسعاد جمهور النادي الاهلي. نروح دلوقتي مع حضراتكم لأهم وآخر أخبارنا المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع هاني أبو ريدة يجتمع بلجنة الطوارئ في الكاف للإعداد لأمم أفريقيا. الشروق اتحاد الكرة ملعب أسوان لن يستضيف أمم أفريقيا. الوفد تروى سويلم تعيين لجان بطولة كاس أمم أفريقيا والمتحدث الرسمي الأسبوع المقبل. البوابة نيوز الرياضة تطلق حملة توعية بالتشجيع المثالي في أمم إفريقيا. سوبر كورة أجير يتمسك بإقامة معسكر المنتخب في برج العرب. الفجر طائرة خاصة لمنتخب مصر أمام النايجر. فيتو يطير للنايجر 21 مارس. وان تري اتحاد الكرة يكشف موعد الظهور الأول للمنتخب الوطني بالزي الجديد. سوبر كورة محمد صلاح يثير الجدل بغلق حساباته على مواقع التواصل. يلا كورة سي ان ان بشكتاش حدد عرضه لضم تريزيجي من قاسم باشا. اليوم السابع تريزيجي يغرد خارج الصرب في الدوري التركي برقم قياسي. الملعب عمرو وردة يخوض مرانه الأول مع فريقه الجديد. كورة ريال مدريد يجهز أمواله لصفقة من اليوفنتوس. سبورت 360 الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال دي يونغ لبرشلونة. قاس استئناف عملية البحث عن صالة ورسالة وداعية من اللاعب.
في الجول جوارديولا مندي سيعود أمام برايتون. بطولات تير شتيغن هدف في حراسة مرمى منتخب ألمانيا. وان تري اعتزل عداء بولت كرة القدم بعد فشله في أستراليا. هنبتدي أخبارنا المحلية من اليوم السابع الآن. بيعقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع مع لجنة الطوارئ في اتحاد الكرة الأفريقي خلال الأسبوع الجاري عشان ينسق خلال المرحلة المقبلة لأمم أفريقيا 2019 وتستضيفها مصر في الفترة ما بين 14 يونيو لحد 12 يوليو. وأكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجبلية إن الاجتماع هيكون عشان تحديد كل إجراءات وتفاصيل قرعة بطولة أمم أفريقيا. وتتجه النية لدى اتحاد الكرة والكاف لإقامة القرعة يوم 15 إبريل اللي جاي في منطقة الأهرامات وأبو الهول. كمان الشروق قالت ان اكد احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره ان الامور بتسير على قدم وساق استعدادا لتنظيم كاس امم افريقيا في مصر. قال مجاهد نسعى لخروج التنظيم بالشكل المرضي للجمهور المصري ونعمل على قدم وساق. وقال كمان ملعب اسوان لن يستضيف امم افريقيا لان الحد الادنى للاشتراطات لاستضافه مباريات بطوله افريقيا 15,000 وملعب اسوان 10,000 فقط وغير موافق للمواصفات. الوفد كمان قالت ان اكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره ان هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد بذل مجهود كبير جدا في التعاقد مع احدى شركات الملابس العالميه لرعايه قميص المنتخب ويتم اعلان تفاصيل التعاقد خلال مؤتمر صحفي خلال 24 ساعه. كشف سويلم انه هيتم تشكيل اللجان الخاصه ببطوله كاس امم افريقيا واللي بتستضيفها مصر وتعيين المتحدث الرسمي ليها خلال الاسبوع المقبل لبدء العمل. البوابة نيوز كمان قالت بتستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لإطلاق حملة كبيرة على جميع المستويات لتوعية الجماهير بالتشجيع المثالي قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية واللي بتستضيفها مصر في يونيو المقبل. تشمل الحملة التواصل مع الجماهير بمختلف انتماءاتها لتكوين روابط على مستوى المحافظات لتشجيع منتخب مصر خلال مباريات بكأس الأمم الأفريقية. وبتهدف الحملة لإحياء مجموعة القيم والأخلاق ونبذ العنف والتأكيد على الرقي الضروري في التعامل بين جميع أطراف المنظومة. ومن المنتظر أن تنطلق الحملة الجديدة خلال الأيام المقبلة والبداية هتكون مع رؤساء الأندية. كمان سوبر كورة قالت أن رفض المكسيكي خافيير أجاري المدير الفني لمنتخب مصر إقامة معسكر الفراعنة في شهر مارس اللي جاي في القاهرة وتمسك بإقامة المعسكر في اسكندرية وتحديدا في ملعب برج العرب. وكان اتحاد الكورة عرض على أجاري إقامة المعسكر في القاهرة خصوصا أن المنتخب هيطير للنيجر على متن طائرة خاصة لمواجهة النيجر في يوم 22 أو 23 أو 24 مارس في الجولة السادسة والأخيرة في تصفيات أمم أفريقيا ومنها إلى نيجيريا عشان يخوض المباراة الودية يوم 26 من نفس الشهر. إلا أن أجاري رفض وتمسك بإقامة المعسكر لمدة 3 أيام في اسكندرية ويطير الفراعنة للنيجر إن شاء الله من مطار برج العرب. وبينطلق معسكر الفراعنة يوم 18 مارس اللي جاي وبعد كده هتطير بعثة الفراعنة للنيجر يوم 21 من نفس الشهر. كمان الفجر قالت ان وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على سفر منتخب مصر للنيجر على متن طائرة خاصة لمواجهة الأخير في التصفيات الأفريقية وخوض مباراة أمام نيجيريا وديا. المكسيكي خافيير أجاري المدير الفني اتمسك بالسفر على متن طائرة خاصة لعدم تعرض اللعيبة لحالة من الإجهاد وفقدان التركيز وسعيه للحفاظ على مستواهم الفني والبدني وده اللي حققه مسؤولين الجبلية. بيتو كمان قالت ان استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده المكسيكي خافيير اجاري على السفر للنيجر يوم 21 مارس لمواجهه النيجر في التصفيات الافريقيه. بيدخل المنتخب الوطني في معسكر مغلق يوم 18 في مدينه برج العرب لمده 3 ايام قبل ما يسافروا للنيجر وبعد كده يتوجهوا لنيجيريا في المباراه الوديه اللي هيخوضوها هناك يوم 26 مارس.
كمان 1-3 قالت ان اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو قريدة مع الشركة الجديدة الراعية لملابس المنتخب على ظهور الفراعنة بالزي الجديد خلال ودية نيجيريا، ومن المقرر ان هي تقام في أواخر مارس المقبل، فيما يخوض الفراعنة مباراة النيجر بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالملابس القديمة نظرا لكونها المباراة الأخيرة في التصفيات. كمان سوبر كورة قالت أن يبدو أن محمد صلاح نجم الكورة المصرية والعربية وهداف الدوري الإنجليزي أدمن التحول لمدة مثيرة للجدل باستمراره عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيتابعوا فيها الملايين من مصر وبالعالم، لكن دلوقتي فاجئ الجميع طبعا بإغلاقه لصفحاته الشخصية على الفيسبوك وعلى تويتر وإنستجرام بعد تغريدة غامضة اتكلم فيها امبارح عن أمنيته في 2019 وقال مزيد من التواصل الحقيقي. كمان يلا كورة قالت ان في تقارير اعلامية تركية اكدت ان نادي بشكتاش التركي حددت العرض اللي هتتقدم بيه عشان تضم المصري محمود حسن تريزيجي من صفوف قاسم باشا التركي، ووفقا للي قالته قناة السي ان ان في نسختها التركية فان بشكتاش عنده النية ان هو يتقدم بعرض مالي قيمته بتتراوح ما بين 3-4 مليون يورو عشان يضم تريزيجي. كمان شددت القناة او السي ان 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 العرض اللي قدمه بشكتاش بيتضمن حصول قاسم باشا على توقيع اللاعب تروي من غير الإشارة طبعا إذا كان ده هيكون في سبيل الإعارة أو الاستغناء عنه. وبحسب اللي قالته برضو التقارير التركية فإن رحيل ريان بابل من بشكتاش لفولهام الإنجليزي ورغبة ريكاردو كوريزما في الرحيل كمان ده هتزود أكيد من رغبة الفريق في ضم تريزيجيه. اليوم السابع برضو قالت ان محمود تريزيجي نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي اكد ان هو يستحق التواجد بين الكبار والخروج من النادي التركي اللي لسه بيتحسس طريقه نحو الالقاب والانجازات، وحقق الفرعون رقم قياسي في النسخه الحاليه من مسابقه الدوري التركي. ذكر موقع هوسكورد العالمي المتخصص في الاحصائيات الخاصه بكره القدم ان محمود حسن تريزيجي كمل 7 مراوغات ناجحه خلال مشاركته في مباراه قاسم باشا ضد ريزرا سبور واللي اقيمت مساء يوم الاثنين في ملعب قاسم باشا ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري التركي. وقال كمان أن تريزيجيه هو اللاعب الوحيد في النسخة الحالية من الدوري التركي واللي نفذ مراوغات ناجحة في مباراة واحدة تفوق فيها على كل نجوم التركي أو الدوري التركي بما فيهم عمالقة جالتا سراي وبشكتاش وفنربخشة. كمان الملعب قال أن اللاعب الدولي عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر خاض أول تمرين ليه مع نادي الجديد أتراميتس برغم أن النادي اليوناني لم يعلن بشكل رسمي عن الصفقة لحد دلوقتي. وردة رحل عن صفوف باوك خلال الفترة الشتوية وودع جماهير نادي عبر رسالة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام. وبحسب تقارير يونانية فإن وردة خاض أول حصة تدريبية ليه مع أتراميتس على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن صفقته، وقالت الشبكة أن في عقبة بتؤخر الإعلان عن صفقته وهي رغبة إدارة أتراميتس أنها تحط نسبة في حالة بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي من جانب باوك لو تألق ضمن صفوف الفريق خلال الست شهور اللي جاية. كمان موقع كورة قال أن نادي ريال مدريد الأسباني بدأ في تجهيز أمواله لتعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظير اليوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية. قالت صحيفة الديلي ميل أن ريال مدريد هيقدم عرض بقيمة 90 مليون جنيه استرليني عشان يحصل على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس. وطبعا فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عايز يتعاقد مع ديبالا عشان يعوض رحيل كريستيانو رونالدو واللي انضم لليوفنتوس في الصيف اللي فات. وارتفع اهتمام ريال مدريد بديبالا بعد المستوى المخيب للامال لهجوم الميرنجي في الموسم الحالي، خصوصا ان الفريق الملكي بقى بعيد جدا عن المتصدر برشلونه ب 10 نقط. كمان سبورت 360 قالت ان في او ذكرت صحيفه التليجراف الهولنديه ان نادي برشلونه الاسباني تفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقه نجم اياكس الهولندي فرينكي ديونج، وهيقدم الفريق الكتالوني عرض بقيمة 90 مليون يورو منها 15 مليون كمتغيرات، مع العلم أن عرض النادي الفرنسي وصل ل 75 مليون يورو. وقالت الصحيفة الهولندية أن جوزيب بارتيميو رئيس برشلونة نجح أن هو يقنع ديونج بالانضمام للكامب نو خلال الاجتماع اللي دار ما بينهم يوم الخميس اللي فات، وقدم له في نفس الوقت العديد من الضمانات الرياضية والمالية.
وقالت الصحيفة اللي اتكلمنا عنها ان دي يونج هيحصل على راتب مالي كبير مع برشلونة. وضع جوزيب ماريا بارتيميو على طاولة اللاعب الشاب مبلغ 16 مليون يورو، 10 مليون راتب ثابت و6 مليون مكافآت. كمان أصل أسبانية قالت ان الشرطة البريطانية كشفت عن استئناف عمليات البحث عن الطائرة المفقودة واللي كان بيستقلها اللاعب الأرجنتيني صالة نجم فريق كارديف سيتي الجديد. وأكدت تقارير صحفية أن الشرطة البريطانية استأنفت عملية البحث النهاردة الصبح يوم الأربعاء عن الطائرة المفقودة واللي كانت بتقل اللاعب الأرجنتيني صالة مهاجم فريق كارديف سيتي الجديد واللي كان في طريقه لمدينة نانت الفرنسية معقل فريقه القديم لمدينة كارديف الولزية عشان يلعب معاهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأضافت كمان التقارير أن فرق الإنقاذ بتعمل على أساس فرضية أن صالة ميت بعد ما عثروا على حطام الطائرة السياحية الصغيرة واللي اختفت عن الرادار على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال جيرنسي ليلة يوم الاثنين اللي فات. وقالت الشرطة لقد استأنفنا البحث، أقلعت طائرتان وتبحثان في منطقة مستهدفة نعتقد أنها أعلى احتمال للعثور على الجثث أو اللاعب. كمان في الجول قالت هيعود بنجامين مندي مرة تانية لقائمة مانشستر سيتي لما يواجه برايتون في إياب نص نهائي كاس رابطة المحترفين يوم الأربعاء اللي جاي. وبيغيب الظهير الأيسر الفرنسي من ساعة ما تعرض لإصابة في مباراة ديربي مانشستر أمام يونايتد نوفمبر اللي فات، وعاد مندي لتدريبات السيتي مؤخرا. قال جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تصريحات لموقع نادي الرسمي بنجامين مندي موجود في مباراة برايتون برغم كده هيفضل على مقاعد البدلاء. وأضاف كمان كنت أود القول أنه وبالنظر للنتائج الجديدة التي حققناها في آخر عامين إننا لم نفتقده، لكن الحقيقة إننا افتقدناه كثيرا. وقال كمان باب في كلامه لدي شعور أنه سيقدم لنا شيء إضافي على الجهة اليسرى ونتمنى أن نستفيد منه في الجزء الأخير من الموسم. إنه لاعب قوي وذكي لا يمكن إيقافه خاصة في الثلث الأخير من الملعب. موقع بطولات كمان قال ان مارك أندري تير شتايجن حارس مرمى نادي برشلونه الاسباني عبر عن رغبته في حراسه مرمى منتخب المانيا اساسي برغم تواجد مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الالماني. وقال تير شتايجن في تصريحات لصحيفه سبورت بيلد الالمانيه قرار لف كاس العالم الماضيه بالاعتماد على نوير احبطني برغم اقتناعي بتقديم مستوى مميز في الموسم الماضي مع برشلونه. وقال كمان لكن كل ما علي هو التركيز في التدريبات وبذل المجهود لأنني أريد فرض نفسي على المدرب وأن أصبح الحارس رقم واحد لمنتخب ألمانيا. وقال كمان لا أفكر في الاعتزال برغم أن قرار لوف بالنسبة لي غير مرضي، لكنني أريد خوض هذا التحدي وأصبح الحارس الأول للمانشفت. موقع وانتري كمان قال أن العداء الجامايكي يوسين بولت أعلن اعتزال كرة القدم نهائيا بعد تجربة قصيرة مع فريق كاست مارينيرز الأسترالي. وقال بولت في تصريحات كانت تجربة من باب التسلية ومختلفة عن الركض في المضمار برغم أو ربما يتم التعامل معي بشكل جديد، ولكن هذا درس وعلي أن أتعلم منه وأن أصب تركيزي على أعمالي الخاصة. لقد انتهيت أو أنهيت حياتي الرياضية ولدي الكثير من الخطط لكي أصبح رجل أعمال. يذكر كمان أن بولت شارك في مباراتين وديتين مع كاست مارينيرز وقدر أنه يسجل هدفين لفريقه، لكن فشل في الحصول على عقد احترافي عشان يلعب في الدوري الأسترالي. من أهم الأخبار العالمية والمحلية وأخبار المحترفين في الخارج نروح معاكم لجولتنا في السوشيال ميديا. مجلس الإدارة هنبتدي طبعا مع مجلس الإدارة وهم بيشجعوا الفريق. علقت طبعا وقالت مشجعون قبل أن يكونوا مسؤولين هكذا هو الأهلي. كمان نشر محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نفس الصورة على الفيسبوك وكتب مبروك فوز فريق السلة دايما في انتصارات
تفرح أعظم جمهور في العالم. محمد سراج كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب على تويتر: الحمد لله مكسب هام على نادي الزمالك 69 70 أو 70 69، تصدر به النادي الأهلي دوري السوبر لكرة السلة، والأهم فيه هو روح وإصرار فريق النادي الأهلي، نتمناها للنهاية حتى حصد البطولة إن شاء الله. سعد سمير مدافع عن النادي الأهلي نشر صورة على الانستجرام مع رمضان صبحي ومحمد هاني، وكمان كتب النيجيري جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي على تويتر: لا تستسلم أبدا، الأشياء العظيمة تأخذ وقت لكي تحدث. كمان شارك إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق في هاشتاج الجمهور النادي الأهلي عنصري للأهلي على تويتر، وكتب: الأهلي ملوش غير جمهوره اللي ما بيشجعش غير الكيان. كتب كمان شريف عبد الفضيل لاعب النادي الأهلي السابق على تويتر بعد إجراء محمد محمود لجراحة في رباط الصليبي بنجاح: الحمد لله على السلامة، إن شاء الله هترجع أقوى من الأول. كتب رمضان صبحي على تويتر كمان: الحمد لله على السلامة يا جامد. صفحة نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي نشرت فيديو قصير للاعب رمضان صبحي وكتبت: كل فرد في هدرسفيلد تاون يتمنى رمضان صبحي عيد ميلاد سعيد، اقضي يوم رائع يا رمضان. ورد رمضان صبحي على نفس الصفحه وعلى صفحه هدرسفيلد تاون المنضمه طبعا حديثا لصفوف النادي الاهلي على سبيل الاعاره، قال: شكرا كل شخص في هدرسفيلد تاون. كمان الديلي قال لاعب توتنهام الانجليزي فنشر صوره من الانستغرام او على الانستغرام الخاص بيه بعد ما تعرض لاصابه قويه تبعده عن الفريق لحد شهر مارس اللي جاي، كتب: سافعل كل ما في وسعي للعوده في اسرع وقت ممكن، شكرا على كل رسائلكم. كمان هكتور برلين لاعب أرسنال الإنجليزي نشر صورة على تويتر بعد الإعلان عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وكتب: لا توجد عقبات في الحياة لا يمكنك التغلب عليها، كانوا يومين في منتهى الصعوبة لكني متفائل وجاهز لأي تحدي، شكرا جزيلا على حبكم وعلى رسائلكم. برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي كمان نشر صورة على الانستغرام من تدريبات الفريق وكتب: عندما يكون هناك ثلج في الخارج ولكن على الأقل يمكنك الانزلاق بشياكة. كمان نشر إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة صورة على تويتر مع كيفن برينس بوارينج المنضم حديثا لبرشلونة، وكتب: مرحبا كيفن برينس بوارينج، استعداد لتحدي جديد في كاس ملك أسبانيا ضد منافس دائما خاص جدا. كمان برشلونة عنده مواجهة قوية النهاردة إن شاء الله قدام إشبيليا في ذهاب دور الثمانية في كاس ملك أسبانيا. اخيرا كمان نشر اسانسيو لاعب ريال مدريد الاسباني صوره من عيد ميلاده على تويتر وكتب: شكرا لكم جميعا على رسائلكم وحبكم، لقد كان عيد ميلاد خاص جدا. دلوقتي نطلع معاكم لفاصل وبعد كده هينضم لنا ضيفنا النهارده استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي في اليوم السابع. رجعنا سريعا نسم كاملين مع حضراتكم، بينضم لنا دلوقتي استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي في اليوم السابع. مساء الخير عليكم، منورنا. اهلا، مساء الخير لحضرتك. النهارده اكيد هنتكلم عن حاجات كتير بتخص النادي الاهلي، ويمكن اهمها اكيد لقاء بكره، لقاء النادي الاهلي مع مصر المقصه الساعه 5 مساء على ملعب برج العرب في اسكندريه في اللقاء المؤجل ما بينهم من الاسبوع ال11. شايف اللقاء ده ازاي؟ اعتقد ان اي مباراه للنادي الاهلي دلوقتي بقت مهمه. اكيد مباراه بتستحوذ على يعني اهتمام جمهور النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بقى عنده هدف رئيسي حاليا طبعا بخصوص بطوله الدوري. هو ده اللي بيسعى عليه عشان يقدر ان هو يصالح جمهوره على اللي حصل في بطوله افريقيا. اعتقد ان طبعا المباراه هي مش سهله بالنسبه للنادي الاهلي، في جهاز فني قوي جدا من الناحيه الثانيه، الكابتن طلعت يوسف واللعيبه، اعتقد برضو لعيبه مصر المقصر على مستوى عالي وعندهم في نقاط قوه، في نقاط قوه طبعا مهمه جدا ومنظم زي ما حضرتك قلتي. فاعتقد ان المباراه مش سهله على النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعتقد برضو ان هو استعاد جزء من يعني قوته بالفتره اللي فاتت بعد الصفقات اللي حصلت والجهاز الفني الجديد اللي تولى المسؤوليه، التناغم والانسجام
بياخد وقت بعض الشيء طبعا ما بين اللعيبه كلها، واعتقد ان الفتره اللي جايه هتبقى في انصهار اكتر بالنسبه للعيبه، وهيبقى في نوع من التفاهم اكتر ان شاء الله. وصلت عدد الاصابات او الغيابات عن النادي الاهلي ل 15 لاعب، شايف بكره ازاي ممكن يقود مارتين لاسارتي اللقاء ده، او التشكيل المتوقع بالنسبه لك من وجهه نظرك هتشوفه ازاي؟ هو طبعا سوء حظ يعني فظيع جدا بيقابل النادي الاهلي من بدايه الموسم مش من دلوقتي، و15 لاعب ده يعني تقريبا يعني نص قوام الفرقه الاساسي يعني بالظبط اكتر من فريق، فبالتالي يعني ده لود كبير جدا على سواء الجهاز الفني او اللاعبين. لكن النادي الاهلي عنده من البدائل حاليا ان هو يقدر ان هو يستخدم البدائل بتاعته، يقدر ان هو يستغل المجموعه اللي موجوده. اعتقد ان في لعيبه هيبقى ليها دور ان شاء الله غدا في المباراه مع مصر المقاصه زي صلاح جمعه، اعتقد صلاح جمعه هو اللي هيبقى ليه دور مهم جدا. النادي الاهلي خلينا نتفق ان كان عنده يعني نوع من الفقر ناحيه في مركز صناع الالعاب، صلاح جمعه هو اللاعب حاليا الوحيد اللي يقدر يقوم بالدور ده، واللي يقدر ان هو يستطيع ان هو يكون محور الفريق او محور اللعب في الفرقه. اعتقد برضو ان غياب وليد ازارو مع مروان محسن هيدي فرصه اكتر لعمرو جمال ان هو يظهر مع الفرقه بشكل يعني كويس، لو عمرو عنده الرغبه ولو عمرو عنده ان هو يرغب في الاستعاده مره ثانيه ويرجع ثاني منتخب مصر ويقدر انه يبقى مهاجم للنادي الاهلي الاول، كل دي اعتقد هتبقى دوافع كويسه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجهاز الفني. اكيد. طيب في ناس كتير قوي بتتكلم ان خلاص كده الدوري اتحسم، شايف ده ازاي؟ لا طبعا اللي بيتكلم كده يعني ما يعرفش في الكوره يعني، او ما عندوش يعني مش ملم اكتر بتاريخ الكوره وتاريخ الكوره، وفي نفس الوقت كمان لسه يعني فتره كبيره يعني احنا بنتكلم في 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 في, في الاسبوع يعني احنا اعتقد ان احنا دي مباراه مؤجله صحيح، الاسبوع 11 ونادي الاهلي كمان ليه مباراه مؤجله اخرى صحيح. والمنافسين الاخرين برضه عندهم سواء ماتشات مؤجله او مباريات مهمه جايه، فاعتقد ان دلوقتي حتى يقول ان حسم البطوله ده امر صعب جدا، لا لسه في وقت، لسه في منافسات، لسه في مباريات، لسه في ناس هتقع ناس هتطلع يعني أكيد. يعني ده أكيد. عرف الكوره بيقول كده، في ناس هتقع وفي ناس هتطلع، فاعتقد ان بدري جدا على اللي بيتكلم على موضوع ان المنافسه اتحسمت، واتحسمت لمين يعني هتتحسم لمين؟ ما هو في تقريبا اربع فرق والنادي الاهلي بينافس او مش بينافس، عنده مباريات مؤجله، فلما اما يبقى في تساوي ما بين المباريات نقدر نقول ان في حد اول او في حد تاني او في حد تالت. طيب لو نرجع كام يوم ورا ومباراه شبيبة الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا، شفت اللقاء ده ازاي؟ شفت اداء النادي الاهلي ازاي قدام الفريق الجزائري؟ ومتوقع مين اللي هيكون في المجموعه دي اللي بتضم طبعا سيمبا التنزاني، شبيبة الثوره الجزائري، النادي الاهلي وفيتا كلوب، مين اللي ممكن نقول عليه الحصان الاسود بتاع المجموعه دي؟ بص انا بشوف ان النادي الاهلي يعني الحمد لحد ما القرعه خدمت النادي الاهلي في والظروف المحيطه بيه، لان الفرق المنافسه مش على المستوى اللي هو ان احنا نخشاه كنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي من اكبر فرق افريقيا أكيد. عنده طبعا تاريخه الافريقي كبير جدا، فبالتالي الفرق الاخرى ما عندهاش الحاجه تخوفنا او حاجه ان هي ترعب النادي الاهلي او تخليه قلقان. اعتقد ان فيتا كلوب هو الفريق اللي هو ممكن يبقى هو الثاني مع النادي الاهلي، الفرقتين التانيين هم في محاولات وفي يعني اجتهاد منهم، لكن النادي الاهلي مستوى تاني خالص او فرق كبير جدا. اعتقد ان كمان ان شاء الله باذن الله بعوده لاعبين كتير جدا لمستواهم او فورمتهم المعروفه، النادي الاهلي هيبقى شكله مختلف خالص، والفرق اللي قصاده مش هتظهر بالشكل اللي بتظهر بيه في المباريات. يعني شفنا اللقاء اللي فات لشبيبة الثوره قصاد سيمبا التنزاني بيخسروا بثلاث اهداف نظيفه، جم قدام النادي الاهلي تعادلوا، وطبعا احنا اللي تعادلنا بعد كده براسيه كريم ندفد، شايف ان ده بيدل على ايه؟ يمكن ممكن نقول مثلا ان سيمبا التنزاني ده فريق قوي جدا، نقول ان شبيبة الثوره ما كانتش موفقه في لقائها مع سيمبا التنزاني، ولا النادي الاهلي ما كانش موفق في اللقاء ده؟ كل مباراه بيبقى ليها ظروفها، كل مباراه بيبقى ليها ترتيباتها او المواقف اللي بيبقى محيط بيها، وارد جدا ان فرقه في مباراه ما بتبقى عندها نوع من القصور او نوع من يعني قله الاجتهاد في الملعب،
فبيخسر زي مثلا شبيبه الثوره. لما بيجي يلعب مع النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي اكبر انديه افريقيا بيقدم كل اللي عنده، بيبقى مركز جدا، بيلعب في القاهره عارف ان جمهور كبير بيشوفه وعارف ان ناس كتيره جدا بتشوفه، فبالتالي هو بيقدم نفسه اقصى ما عنده. في المباراه دي يمكن كان النادي الاهلي كان عنده نوع من الـ يعني القصور في بعض الواجبات، وكان برضو اللعيبه تركيزها مش على المستوى المطلوب. انا بامل الفتره اللي جايه يبقى ده دور الجهاز الفني. انت كمان برضو ما تنسيش ان كان في غيابات، يعني صحيح. كان في غيابات في المباراه دي، في اصابات، فاعتقد برضو دي من ضمن الحاجات اللي هي يعني تخلي النادي الاهلي عنده مبرر في النتيجه اللي حصل. الاهم من المباراه اللي جايه هو يبقى كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه هدفها الرئيسي هو المكسب او الفوز سواء داخل القاهره او خارج القاهره، هو ده الاهم. لكن مش معنى ان شبيبه الثوره يعني عمل نتيجه مع سامبا وتعادل مع النادي الاهلي يبقى شبيبه الثوره فريق عالي، لا بالعكس، انا بشوف ان هو فريق قليل جدا وفريق اقل من النادي الاهلي كتير جدا. حتى كمان على مستوى يعني الدوري بتاعه هو مش مركز متقدم يعني. طيب خليني اسالك عن شفت ازاي لسارتي او قيادته الفنيه للقاء ده، لقاء شبيبه الثوره، هل شفته موفق في قيادته الفنيه للفريق وفي التغييرات اللي عملها؟ من يعني من الظلم ان احنا يعني نحكم على لسارتي حاليا. الراجل يعني لسه ما بقالوش مباراتين ثلاثه، وخصوصا كمان ان هو جاي في وقت يمكن صعب، صعب جدا، في نص موسم، في تغييرات، في اشكاليات ببعض المراكز، في مباريات متاجله، في بطوله، في بطوله افريقيا، في بطوله الدوري، فالراجل برده يعني معذور يعني. صعب ان احنا نحكم عليه بعد مباراتين ثلاثه. صعب ان احنا لسه هو كمان ما استكشفش كل اللاعبين، بس يعني بصرف نظر عن ان انا مدرب اسم كبير او ليا يعني باع كبير جدا في اوروبا، لكن في النهايه هو لازم يستكشف كل اللاعبين اللي عنده، لازم يشوف كل العناصر اللي موجوده. هو في اعتقد في ناس لسه ما شافهاش، يعني في مجموعه كانت مصابين لسه ما شافهمش على مستوى الأكيد يعني. فبالتالي لازم ان احنا نديله فرصه، لازم ان احنا نصبر شويه، جمهور النادي الاهلي يصبر شويه على لسارتي. واكيد طبعا هم جمهور النادي الاهلي فاهم كويس قوي ان الفتره دي هي فتره استكشافيه، فتره محتاجه ان النادي الاهلي يحقق الافضل ويحقق المطلوب منه حاليا ان هو يكسب. المكسب بيجيب مكسب، والمكسب كمان بيدي ثقه اكتر، بيدي نوع من التفاؤل عند الناس وبيدي تفاؤل عند اللعيبه، واعتقد ان هو ده الاهم حاليا بالنسبه للجهاز الفني. اكيد. طيب بمناسبه بقى الكلام عن الاسارتي وعن الانتقادات كمان اللي بتتوجه له، شايف ان ده من الظلم ليه؟ اكيد اكيد طبعا، يعني ازاي انتقد حد يعني بصرف النظر عن اي اخطاء داخل المباراه. لكن انا النهارده الراجل ما عندوش المعرفه الكامله او الدرايه الكامله، صحيح، لجميع اللاعبين الموجودين، وخصوصا كمان ان في لعيبه هو مثلا ما شافهاش. صحيح. يعني انا موضوع الاثار يعني حول مؤمن زكريا ومش مؤمن زكريا وبتاع، هو مؤمن زكريا الراجل ما يعني في التمرين بس ما شافوش، هو راجل ما شافوش في حاجه اكيد، ولا حصل اي نوع من الحوار في اي امر خاص باي لاعب، بس يعني مش هو بس يعني. فهو الراجل جه شاف فرقه معينه بتلعب فبيكمل على اللي موجود لحين ان هو يستكشف بقيه المجموعه ويستكشف بقيه اللاعبين. بعد كده نقدر نحاسبه يعني، على الاقل نديله 10 ماتشات او 12 ماتش يتعرف على الفريق الاول بشكل كويس. صحيح. بالظبط. طيب بالنسبه للاصابات، يعني اصابات كتير قوي وصلت دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم 15 اصابه في الفريق، يعني يمكن ده فريق وشويه، فريق ونص مثلا اصابات. شايف الاصابات الكتير دي سببها ايه؟ هو الاصابات اللي هي خاصه مثلا برباط صليبي او رباط او حاجات قدريه، دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، دي امور ما لهاش اي تدخل انساني. لكن انا اعتراضي او يعني اللي انا بطلب توضيح فيه فيما يخص الاصابات اللي هي العضليه دي اكيد ليها سبب، اكيد ليها امر يحتاج الى بحث، يحتاج الى ان احنا نعيد الامور، يحتاج الى ان احنا كمان يحصل نوع زي ما بيحصل في كل دول، او انا اعرف طبعا النادي الاهلي بيعمل ده، لكن محتاج ان احنا نعمله كمان دلوقتي حاليا، نعمل نوع من القياس.
قياس للعضلات كل لعيب، هل هو عنده تحمل ان هو يقدر ان هو يلعب 4 ماتشات 5 ماتشات 6 ماتشات في فتره ما؟ هل هو كل لعيب يقدر ان هو يتحمل جهد بدني او حمل بدني في التدريبات بالشكل ده؟ ده اللي انا بسال عليه. يعني لازم يكون في بحث معين عشان خاطر لاعب زي مثلا احمد فتحي، يعني ما كملش مباراه ورجع اصابه تاني. فلازم يكون في بحث في الامور دي. اما الاصابات اللي هي القدريه دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طيب شايف ازاي الاتهامات اللي بتوجه للجهاز الطبي للنادي الاهلي؟ شايفهم مقصرين ولا يعني الموضوع ما يخصهمش، هو يخص اكتر ارضيه الملاعب، يخص الحمل البدني الخاص بالتدريبات اللي طبعا كان قبلها قبل ما يكون في مدرب الاحمال دلوقتي الحالي كان في مدرب احمال قبل كده، فهو اكيد مسؤول عن الحمل البدني. شايف مين السبب او شايف الانتقادات اللي بتوجه للجهاز الطبي دي ازاي؟ ما هو تغييرات الموضوع المدرب الاحمال ده احد الاسباب. اكيد انا متاكد من ده. يعني تغييرات مدرب الاحمال دي هي ممكن تكون سبب في الاسباب. عشان بس الناس تبقى يعني عارفه ان الجهاز الطبي او الدكتور هو مختص باصابات الملاعب وليس له اي يعني تدخل فيما يخص التاهيل او ما يخص وان هو ليه علاقه بعلاج الاصابات اللي بتنتج في الملاعب. يعني مش ان هو اللي بيعمل الاصابات. عشان بس يبقى الناس واضحه، يعني الناس تعرف الكلام ده كويس. الدكتور او الطبيب اللي هو اللي موجود، سواء اللي موجود او اللي موجود او اللي هيبقى موجود او اي حد سابق، الدكتور ده بيبقى مختص بإصابات الخاصة بالملاعب. لاعب مثلا اتصاب في كدمة، لاعب اتصاب مش عارف ايه، كلها حاجات إصابات ملاعب. اما فيما يخص التأهيل البدني ده مش من اختصاصه هو، يعني ده مش من اختصاص الطبيب اللي هو او الدكتور خالد محمود، يعني عشان يبقى كلامه واضح. تغيير المعدين البدنيين او المدرب الاحمال انا بشوف ان ده ممكن يكون احد الاسباب. ممكن النهارده مدرب احمال بيجي بيبقى شغال بنظام، مدرب الاحمال اللي يجي بعديه بيشتغل بنظام تاني، فبيعمل نوع من اللود على اللاعب، بيعمل نوع اللود على العضلات بتاعه اللعيب. ما يعرفش ايه كل لعيب تحمله ايه، لازم كل ده بيتعمل بموضوع القياسات. ده اللي انا بشوفه يعني. فممكن يكون في امور اخرى بس محتاجه بحث ومحتاجه ان احنا ندور فيها. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن صفقات النادي الاهلي اللي ابرمها في الميركاتو الشتوي. شايف انهي صفقه هي اللي هيبان تاثيرها سريعا على الفريق؟ هو طبعا انا بشوف ان في صفقات كتيره يعني ليها تاثير هيبقى كويس. يمكن محمد محمود يعني من اللعيبه اللي كانت مهمه وهو عنده يرجع على السلامه ان شاء الله باذن الله، من اللعيبه اللي كانت هيبقى ليها مستقبل كويس مع النادي الاهلي. اعتقد كمان حسين شحات من اللعيبه اللي عندهم حلول كويسه وظهر بشكل كويس سواء مع نادي مخصص قبل ما يسافر للعين الاماراتي وشارك في كاس العالم للانديه وكان لاعب مهم جدا. انا بشوف ان النادي الاهلي محتاج يعني مركز مهم جدا. ما اعرفش هل ده في اعتبارات الجهاز الفني ولجنه الكوره، مركز الظهير الايمن اللي هو الباك رايت. في مشكله ان النادي الاهلي حاليا دلوقتي ما عندوش غير محمد هاني بس. فاعتقد ان ده من المراكز اللي واجبت التدعيم ليها الفتره اللي جايه. لكن حسين شحات يبقى هو الصفقه اللي هيبقى ليها تاثير كويس على النادي الاهلي. طيب طبعا من الانتقالات الشتوية او من ميركاتو الشتوي اللي حصل في الموسم الحالي، يمكن اهم الحاجات او ابرز الحاجات اللي شفناها انتقال عبد الله السعيد من السعودية، شفناها في بيراميدز. رايك ايه في النادي الاهلي وفي شكواه في ان هو محتاج ان هو ياخد حقه او يحفظ حقه في الصفقة دي؟ وطبعا طلبوا ال2 مليون دولار زي ما كان العقد المبرم بين الثلاث اطراف قبل طبعا ما يرجع مرة تانية للدوري المصري. لا، هو انتقال لاعب من النادي النادي ده لا يشكل اي اهميه بالنسبه لاي فريق يعني. واعتقد النادي الاهلي اكد على ده يعني. هو خلاص يعني النادي الاهلي كان عنده لعيب وباعه لنادي اخر. صحيح. في شروط للعقد. صحيح. الشروط دي يجب ان تتحقق في اي وقت، خاصه كمان ان يعني ما فيش اي نوع من الالغاء لهذه الشروط او لهذه البنود يعني. فده حق بالنسبه للنادي الاهلي. اعتقد ان هو الموضوع محل يعني في اتحاد الكوره حاليا.
اعتقد ان النادي الاهلي يعني عنده ثقه في الموضوع ده، لان زي ما تعودنا يعني النادي الاهلي ما بيدخلش موضوع لما يكون مدروس كويس معروف حقوقه كويس، وده طبيعي جدا. النادي الاهلي حق يدور على حقه الطبيعي ويدور على حقه المالي والقانوني، عشان ده حقوق ما لهاش اي علاقه باي امور اخرى. يعني عبد الله السعيد كان لاعب في النادي الاهلي ولاعب ادى النادي الاهلي، وهو خد من النادي الاهلي كتير جدا، فبالتالي النهارده في حق بالنسبه للنادي الاهلي وادارته، وطبيعي ان هو يطالب بيه. وطبيعي ان هو يطالب بيه. صحيح. نروح لملف بقى تاني، وهو كاس امم افريقيا 2019. كان 2019 اللي هتستضيفها ان شاء الله مصر. شايف ازاي الاستعداد لتنظيم البطوله دي، وشايف مصر يعني هتستفيد قد ايه من تنظيمها لكان 2019؟ هو الحقيقه يعني التحرك السياسي والتحرك الدوله او جهه الدوله لموضوع الامم افريقيا ادى اهميه ليه بدري جدا، وفي نفس الوقت كمان ان يعني الدوله كانت عندها يقين وعندها قوه في ان هي هتحسم البطوله ان التنظيم هيبقى في مصر يعني. فاعتقد ان كان في تحرك بدري شويه عن حتى اعلان مصر ان هي تنظم البطوله. تواجد رئيس الوزراء بشكل يومي في استاد القاهره، وان هو بيتابع الامور. صحيح. على مستوى جيد جدا، اعتقد ده بيدي اهميه كويسه بالنسبه للتنظيم. متابعه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اللي الحقيقه بيعمل مجهود كبير جدا 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 في الموضوع ده الملف، ومسخر جزء كبير من وزاره الشباب والرياضه لملف استضافه امم افريقيا. الموضوع مش سهل، الموضوع فيه صعوبات كتير جدا. هو فعلا مش سهل، وكمان الوقت بقى قليل جدا. وقت جدا طبعا. هي كل الحكايه تقريبا 3 شهور. الناس ما تحسبش ان هي شهر 6، لا لازم يكون في تحضيرات قبلها. صحيح. يعني على الاقل في شهر 4 بالكتير قوي يكون كل الامور كل جاهزه. صحيح. يعني خصوصا كمان ان في متابعه من القياده السياسيه. لان الموضوع بيرتبط باسم مصر. أكيد الموضوع طبعاً. بيرتبط باسم ان مصر هي اللي بتنظم، فبالتالي لازم يظهر مصر بالشكل الافضل ليها. على المستوى التنظيمي انا بثق في اتحاد الكوره الحالي او المهندس هاني ابو ريدة، هو عنده قدرات كبيره جدا. معايير اختيار محمد فضل لحد دلوقتي ما حدش قالها لنا. لا خلاف على محمد فضل، لا خلاف على شخص محمد فضل، لكن كنا محتاجين نعرف المعايير اللي تم اختيارها ايه محمد فضل. التنظيم نتمنى ان شاء الله يطلع بشكل كويس. على المستوى الفني مصر فرقه قويه جدا، لكن عندي نوع من التخوف شويه بالنسبه ان احنا نستعيد تاني زي حصل مع 2006. طيب خليني اسالك برضو على حملات التوعيه الخاصه بتشجيع المنتخبات اللي طبعا اطلقتها وزاره الشباب والرياضه. حملات توعيه في كل المحافظات يعلموا الناس ازاي يشجعوا المنتخب بالطريقه المثاليه، عشان نقدر نعكس صوره الشعب المصري بطريقه مثاليه لكل العالم. شايف ده ازاي؟ هو طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك دور كبير جدا بيلعب به الدكتور اشرف صبحي والوزاره الشباب والرياضه كلها فيما يخص الملف عموما، وفيما يخص التشجيع، وفيما يخص ان هو دلوقتي حاليا بيستضيف كتير من الشباب عشان خاطر هم اللي يقدروا ان هم يشاركوا في التنظيم مع اتحاد الكوره ومع وزاره الشباب والرياضه. وده الدور المفروض تقوم به الوزاره، ان لازم ان احنا يحصل من نوع من تمكين الشباب ان هم يقدروا ان هم يشاركوا في التنظيم ويحسوا بالمسؤوليه. صحيح. يحسوا يعني ايه تنظيم، ويحسوا يعني ايه فكره تامين، زي ما كنا شايفين في كاس العالم في روسيا. بالظبط. كنا بنشوف قد ايه في فولنتيرز او شباب متطوعين عشان يساهموا او يساعدوا في تنظيم كاس العالم. بالظبط. الناس بس يمكن قلقانه من فكره التشجيع وفكره، لا انا اعتقد ان ما فيش ان شاء الله يعني اي حاجه، لان صحيح. هيبقى طرف منتخب مصر، مش هيبقى طرف انديه، مش هيبقى طرف مشجعين او يعني روابط ما بين، لا هيبقى مصر كلها مع بعض. نتمنى يمكن إن شاء كمان من ابرز التصريحات اللي طلعت من وزاره الشباب والرياضه ان هم هيبتدوا برؤساء الانديه عشان يعني يبتدوا يعملوا اتفاقيات معاهم ازاي هيوصلوا للجمهور ويعلموهم ازاي يشجعوا بالطريقه المثاليه بغض النظر عن الانتماءات. شوفي حضرتك، احنا موضوع رؤساء الانديه ده انا بشوفه ان هو مش هيدي جدوى. الجدوى الحقيقيه ان انا انزل
للراجل نفسه اللي بيحضر المباراه، الراجل نفسه او البنت او المشجع. هو ده اللي انا اقدر ان انا اتفق معاه، وهو ده اللي انا اقدر اخاطبه بشكل مباشر. انا مش محتاج وسيط ما بيني وبين الشعب او مواطن او شاب او بنت، لا، يعني لازم يكون في تواصل مباشر بعيدا عن رؤساء الانديه، وبعيدا مهما كان رؤساء الانديه هنسمع وهنقعد وهنعمل بروتوكولات، لكن محتاجين يكون في نوع من التواصل المباشر مع الشباب. الشباب هي عندها دلوقتي يعني كمان وعي كويس قوي، صحيح، وبداوا طبعا يعرفوا ان كان في مواقف اخرى قديمه كانت ضد البلد. النهارده الناس بدات تعرف، والناس مش بدات تعرف، لا، عرفت خلاص القصه كلها بتمشي ازاي، فما بقاش محتاج ان هو حد يقول له، لا، محتاج تواصل مباشر، محتاج ان احنا شركاء مع بعض، محتاجين ان احنا نطلع حاجه بشكل كويس باسم مصر. فاعتقد ان الشباب هيبقى ليهم دور كويس قوي ان شاء الله. في كلامك قلت لي انا خايف على اداء المنتخب الوطني، ليه بقى خايف على اداء المنتخب الوطني تحت قياده المكسيكي خافيير أجيري؟ هو مش خوف على بخصوص خافيير أجيري، لكن حاليا المنتخبات اللي على مستوى افريقيا تدي نوع من القلق بالنسبه للمنتخبات، وده يمكن اللي حصل في امم افريقيا الاخيره. احنا كنا كويسين وكنا بنلعب بشكل وصلنا قبل الدور النهائي، لكن ما كانش الاداء او ما كانش يعني الشكل يقدر ان هو يدينا حق ان احنا ممكن نكسب. تحت فكر هكتور كوبر والطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها، لكن دلوقتي الموضوع مختلف تماما. بنشوف المكسيكي خافيير أجيري بيلعب بكره مفتوحه هجوميه بشكل كبير، اداء يعني مختلف 180 درجه عن هكتور كوبر. معاكي، متفق، مش مختلف خالص على ان أجيري يعني عمل شكل جديد بالنسبه لمنتخب مصر، لكن المنتخب الوطني حاليا ما عندوش العناصر من الخبره، سواء اللعيبه اللي هم المحترفين يعني او على راسهم محمد صلاح اللي هو يقدر ان هو لكن بقيه الفرقه، ويمكن كمان هو الراجل يعني حسب ما انا علمت يعني ان هو هيراجع نفسه في موضوع العناصر الخبره، صحيح، ان هو يستعين بيها في هو ده الكلام اللي اتقال في الاجتماعات الاخيره، ان هو اكيد محتاجهم. يعني لو حصل ان في عناصر خبره موجوده هتبقى منتخب مصر ممكن تسنع الفرقه، لكن هو لو هيمشي فيما يخص القرار ده يعني جه في نفس الوقت اللي اتصاب فيه وليد سليمان، واللي كنا كلنا مستنيين ان هو يكون موجود مع المنتخب الوطني في البطوله دي. سليمان طبعا من اللعيبه اللي يعني كانت مهمه جدا بالنسبه للاهلي في الفتره الاخيره، وعمل يعني اقصى حاجه موجوده في الكوره يعني، صحيح، وقدم موسم كويس جدا. لكن وليد سليمان كان المفروض يعني يروح المنتخب من فتره طويله، طبعا سوء حظ بالنسبه للاصابه، لكن ممكن وارد جدا، صحيح، ان شاء الله يلحق ان شاء الله تاني وان هو يكون موجود. لكن يعني اتمنى ان الاقي ده ما يبقاش موجود على منتخب مصر، لكن الاهم بالنسبه لنا كلنا هو شكل المنتخب وشكل مصر وشكل التنظيم وشكل ان احنا نستطيع ان احنا ننظم بطوله كبيره جدا في 3 شهور بتكليف من الاتحاد الافريقي، صحيح. اعتقد ان ده هتبقى حاجه اضافه كويسه جدا لمصر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عندنا خبرين مهمين من الموقع الرسمي لنادي الاهلي. خبر بيقول ان الاهلي بيوافق على اعاره كريم يحيى لنادي سموحه. امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي اعلن عن موافقه النادي على اعاره كريم يحيى لاعب فريق الشباب لنادي سموحه لمده موسم ونص، اعتبارا من الانتقالات الحاليه، انتقالات يناير الحاليه. وقال كمان انه تم انتهاء من الاجراءات المتعلقه بانتقال اللاعب بعد الاتفاق مع مسؤولين سموحه على كل التفاصيل عشان يتم في النهايه الموافقه بشكل نهائي على اعاره كريم يحيى لاعب فريق الشباب لنادي سموحه لمده 1.5 سنة. كمان في خبر تاني بيقول ان النادي الاهلي بيوقع عقد بطولتي افريقيا للطائره رجال وسيدات بكره ان شاء الله. هيعقد النادي الاهلي مؤتمر صحفي بكره بالليل او الظهر ان شاء الله، هيكون المؤتمر الصحفي في مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان يوقعوا عقود استضافه النادي الاهلي لبطوله افريقيا للكره الطايره سيدات ورجال خلال شهر مارس وابريل اللي جاي، بعد اسناد الاتحاد الافريقي الملف ده للنادي الاهلي في العام الماضي. كمان هيحضر المؤتمر الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطايره، وجان كلود موبيتا نائب رئيس الاتحاد، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي.
طيب نرجع مرة تانية بقى لأمم أفريقيا، ولو أنا سألتك عن النصائح اللي هتديها للجمهور وهما بيستقبلوا البطولة دي تقول لهم إيه؟ لا هو إن إحنا يعني أهم نقطة إن إحنا عندنا يعني قابلية إن إحنا نستضيف أفريقيا ونعيد تاني الشعب الأفريقي أو القارة الأفريقية لمصر. إحنا كان عندنا يعني بعد شوية الفترة اللي فاتت كبيرة جدا أو جاب ما بيننا وما بين الدول الأفريقية، والحقيقة يعني الواحد لما بيسافر ويروح أفريقيا بيحس بقد إيه الناس بتحب مصر جدا وبتحب شعب مصر جدا وبتحب قد إيه كل الحاجات الخاصة بمصر، يعني الأكلات واللبس والحاجات دي كلها. فأعتقد إن دي أمر مهم جدا الناس تبقى كمان عندها استيعاب للشعب الأفريقي أكيد. اللي موجود سواء على المستوى العربي أو المستوى الأفريقي، يعني كل مواطن المفروض يحس ان هو سفير لبلده جوه بلده. بالظبط بالظبط، ده مهم جدا، ده مهم جدا، ده الاهم. يعني النقطه الثانيه بالنسبه للناس اللي هتروح تشجع في الاستاد او تحضر المباريات، عليها ان يعني احنا المنظر اللي حصل في استاد اسماعيليه ما عجبناش جدا، وكان محل انتقاد كبير جدا للجمهور، على الرغم ان احنا مش عاجبنا اداء النادي الاسماعيلي ومش عاجبنا اداء الاداره ومش عاجبنا اللاعبين وكل الامور دي كلها، وده اكيد بيأخر كتير جدا في عوده الجماهير للمدرجات مره ثانيه. احنا محتاجين ان يكون ان شاء الله امم افريقيا 2019 هي البوابه الحقيقيه ان هي تكون لعوده الجمهور مره ثانيه للمدرجات في الدوري المصري. نشوف جمهور النادي الاهلي قاعد جنب جمهور النادي الزمالك، جنب جمهور النادي المصري، جنب جمهور النادي الاسماعيلي، جنب جمهور الاتحاد السكندري، كل الجماهير تحضر المباريات، ويحصل نوع من التالف مره اخرى بين الناس، ويحصل نوع من التشجيع اللي هو للكوره مش تشجيع عشان خاطر اهداف اخرى وعشان خاطر امور اخرى. فانا يعني اتمنى ان شاء الله ان امم افريقيا 2019، وخصوصا كمان ان في قرار كويس من الدوله ان هيحصل نوع من التذاكر الالكترونيه، يعني صحيح. مش هيحصل وبصمه الوش سمعنا يعني عن تقنيات جديده ان شاء الله تدخل عشان تمنع وجود السوق السوداء او بيع التذاكر باسعار، وهتسهل كتير جدا على الجمهور وعلى الشاب اللي هو عايز يروح يحضر المباراه واللي هو والاسره اللي عايزه تشجع مصر. فاعتقد ان دي كلها امور هتسهل كتير قوي ان شاء الله. اختيار الاهرامات مبدئيا ومنطقه الاهرامات وابو الهول ان هي تقام فيها قرعه امم افريقيا، شايفها ازاي؟ اعتقد هو ده الاختيار الانسب طبعا، ما فيش كلام. يعني هو ده المنطقه اللي بتؤكد على حضاره مصر، صحيح. وكل العالم كله بيبقى يعني حريص ان هو يجي المنطقه دي ويزورها ويشوف يعني ازاي الناس دي عملت الموضوع الاهرامات وابو الهول والحاجات دي كلها. فاعتقد ان دي هتبقى يعني منظر مشرف جدا لما القرعه تتزع على الهواء وشاف منظر الاهرامات وابو الهول، كل الناس هتبقى شايفه قرعه امم افريقيا والدول الافريقيه، واكيد طبعا هيبقى موجود ممثلين على الاتحاد الدولي وممثلين على كل الدول الافريقيه صحيح. يعني فدي امور كلها مميزه جدا بالنسبه للقرعه ان شاء الله. استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي في اليوم السابع نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا جدا، شكرا على وجودك معانا، شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده الساعه 5 مساء من كلام في الميديا. يوم سعيد لحضرتك.